كللت السنة بجودك وأثارك تقطر دسما. من عند بحيرة طبرية، بحيرة يسوع، بحيرة الجليل، أنا عاوز أشجع كل مشاهد في هذا الوقت. يمكن إحنا في نهاية العام في هذه اللحظات، والبعض بيتساءل هل اتحقق الهدف؟ هل فعلا تممت في الشيء اللي حطيت، الطموحات اللي حطيتها أمامي؟ والبعض الآخر عم بحس بإحساس الفشل والتراجع والتراخي. أنا بتكلم في هذه الكلمات بصراحة، والدنيا عم بتمطر، يعني هذا شيء جميل إن تشوف الدنيا بتمطر، ولا سيما عند بحيرة طبرية اللي هي يعني في الشق السوري الأفريقي في غور الأردن، 212 متر تحت مستوى سطح البحر، وعم نستنى البركة وعم نستنى المطر. فنزول المطر هو تعبير عن جود وعن إحسان الله. جميل إن الواحد يشكر الله على كل البركات، على كل الحسنات، يشكر الرب على غفران الخطايا، يشكر الرب على شفاء المرض، يشكر الرب إنه بجدد مثل نسر شبابنا، نشكر الرب إنه عم بسدد احتياجاتنا، نشكر الرب على كل شيء. لما بيكون في حياة الشكر وهيك في نهاية السنة، بغض النظر نقول له كللت السنة بجودك وأثارك تقطر دسما. والناس اللي مروا في جفاف وفي قحط روحي، يقول الكتاب أعوّد لكم عن السنين التي أكلها الجراد. في سفر يوئيل، في سفر إشعياء 61 مكتوب لأعطيهم جمالا عوضا عن الرماد. الرماد هو طبعا للحداد والحزن الشديد والعميق، فبقول أعطيهم جمالا عوضا عن الرماد، ودهن فرح عوض عن النوح، ورداء تسبيح عوضا عن الروح اليائسة. بنفس الإصحاح بقول عوضا عن خزيكم ضعفان، وعوضا عن الخجل يبتهجون بنصيبهم، بهجة أبدية تكون لهم. هذا التعويض الإلهي أنا بصلي من كل قلبي، كل شخص فعلا انضرب في هذه السنة وفشل في هذه السنة وعم بحس بالخطية وبالعار، بالخزي، بالفشل، أنا بصلي في نهاية هذا العام إنه الرب يباركك ضعفين وتحل عليك البركة، وفعلا تحس بالفرح والتسبيح، وبدل الروح اليائسة والكئيبة والنظر في العين السلبية يكون في تسبيح وفرح وشكر وامتنان. بصلي ربي يباركك كل عام وانتم بألف خير.